ينظم البيت الثقافي في أربيل بالتعاون مع جامعة بيان الأهلية أمسية ثقافية بعنوان حوارات ثقافية، يستضيف فيها الفنانة التشكيلية فيحاء الآغا، وسيدير الحوار الأستاذة هدى العاني. معنا فنانة تلاعبت بالألوان عبر لوحات جسدت عشقها لفن الرسم فمنحته جزءاً كبيراً من حياتها. مواضيع لوحاتها تنوعت بين شخوص استلهمتها من عبق تراث الماضي، فمن الشناشيل إلى السجاد، ومن الأزياء الشعبية إلى الحواري القديمة. إنها الفنانة التشكيلية فيحاء الآغا التي حلت ضيفة على البيت الثقافي في أربيل لهذه الأمسية. فأهلا وسهلا ست فيحاء. أهلا بيك ست هدى، وبداية مساء الخيرات عليكم، مساء الخير على أربيل الحبيبة عاصمة إقليم كردستان، على أهلها المضيافين المضيفين. سوف نبدأ بداية من أولى حكايتك مع فن الرسم، كيف بدأت الحكاية؟ من كنت صغيرة قبل يعني المرحلة الابتدائية كانت عندي رغبة أنه يعني أشخبص شخابيط، يعني أهلي انتبهوا على هذه الحالة. بعدين بالابتدائية بديت أرسم، المعلمة عززت هذه الموهبة عندي، بديت أشارك بمعارض بالابتدائية. بالمتوسطة نفس الحالة، بالكلية أيضا انصقلت الموهبة أكثر أنه أشارك بمعارض كبيرة. الداعم الأول لأي موهبة تسقل بالطفولة هم الأهل، أكيد الوالد والوالدة لهم دور كبير أنه عززوا هذه الموهبة بداخلي، نطون الثقة أنه أشارك وأسافر. دائما طالب القدوة ما تبعد البيت، الأم والأب هو أكيد أستاذة بأي اختصاص وبأي مجال. الحمد لله يعني حظينا بأساتذة احتضنونا فنيا، ساعدونا ودعمونا، خلونا نشارك دوليا، خلوا عندنا جرأة أنه نشتغل برا سمبوزيوم، وهذا موضوع مهم جدا، مو لوحة وتجيبيها شيليها، لا تروحين بأي بلد ونرسم على الجدار. نعم يعني مباشرة هذا الموضوع مهم. نعم. يعني آخر معارض فيحاء الآغا كان في عمان، قبل أسبوع، قبل شهرين، شهر الرابع رحت معرض الشخصي اللي قمت الثاني، وهاي المشاركة إن شاء الله في عمان، بعدها في مصر، بعدها في بيروت، يعني مشاركات كثيرة. المهم نمثل بلدنا ونبين أيضا عوالمنا وحضارتنا وتراثنا شخصيتنا حضورنا، يعني الآخر مو أقل منا كعراقيين. فالعراقي كبير باسمه وكبير بثقافته، كبير بحضوره. فتشوفين متروح أي إنسان يسافر بأي بلد يفتخر كونه عراقي.